حياتي بسوريا كانت جيدة جيدة، عندي بيت والمحل وسيارة. وقت اللي صارت الأحداث عنا بالشام تغيرت 100%، والظروف صعبة صارت هون. سويت شبكات قلبية وارتفع معي السكر، البترت رجلي. إذا ما كانت هالمساعدة النقدية عيشتي كلها ما فيها شيء. نطبخ الطبخة على قدنا إن شاء الله، شو ما كان الحمد لله أكلنا وشربنا، بس المهم مستورين بين أربع حيطة. أنا بالنسبة لي إنه لو كان عم بشتغل وكل شيء، إنه شغل مثل الشام من دمشق، كان مكتفي حالي يعني، وجيد جداً.